عزيزي المشاهد، أهلا بيك، أهلا بيك في حلقة جديدة متميزة جدا جدا جدا. دي مش مقدمة بنقولها كل مرة من باب الاعتياد والروتين، لكن بجد النهاردة حلقة متميزة في كل شيء، متميزة في الموضوع، متميزة أكتر في الضيف اللي معانا في الموضوع، متميزة في المرنم الرائع والعازفين اللي معانا. النهاردة جه وقتك، جه وقتك لكل خادم وكمان لكل مخدوم، لحسن واحد يقوم من قدام الشاشة يقول احنا شفنا البوست على الفيسبوك عن الخادم والخدمة والتكليف والتشريف، الموضوع مش موضوعنا. لا، حتى البعيد عن ربنا محتاج يسمع الكلام ده، كلام للخادم وكلام للمخدوم. حلقة النهاردة الخدمة، تكليف أم تشريف؟ الخدمة امتياز أم مسؤولية؟ عشان كده بقول حلقة النهاردة مختلفة، حلقة النهاردة متميزة، حلقة النهاردة مش عايز أقول غير كل الحلقات، لأن كل حلقة ليها نعمتها ومسحتها وبركتها وحضور الرب اللي فيها، بس أنا شخصيا بعتبرها من أروع وأفضل الحلقات اللي يمكن يعني بلغة الميديا تضاف للسي في الشخصي بتاعي. علشان ببساطة النهاردة بستضيف الراجل الجميل اللي بيقعد على الكرسي ده مكاني دايما، اللي دايما بيبقى هوست النهاردة بقى جيست، اللي دايما بيبقى مستضيف النهاردة بقى ضيف. متميزين بالرب اللي موجود معانا، ومتميز انا شخصيا بخادم الرب والاب، مش عايز اكبره، الاب والجميل المشجع الرائع جناب الدكتور القسيس سمير فهمي. اهلا بيك جناب القسيس. اهلا بيك يا قسيس، ازيك؟ نشكر ربنا كتير، شرف وامتياز ان انا استضيفك. عمرك انت قلت كلام كبير بصراحه. لا لا انا ما استاهلوش يعني. العفو جناب القسيس، ربنا يباركك. احنا من سنين كتير حضرتك اللي بتشجعنا وتستضيفنا، فبركه ليا انك تكون ضيف البرنامج النهارده جناب القسيس. الله يخليك يا ابونا، ربنا انت بركه. ميرسي لحضرتك. كمان معايا مرنم انا مش بمل من سماعه ولا الاستمتاع بالمسحه والرب اللي فيه، صديق سوهاجي اصيل جميل بلدياتي، بعتز بيه اخويا باسم ابراهيم. اهلا بيك يا باسم. اهلا بيك جناب القسيس، مبسوط جدا معاك مع جناب القسيس. تعيش. شرف ممتاز ليا بكل صدق. ربنا يباركك، شكرا ليك. كمان معانا اثنين حلوين ربنا يباركهم، كرولس وشادي، اهلا بيكم. سعداء بوجودهم معانا في العزف النهارده. بصلي من كل قلبي حلقه النهارده تكون حلقه مفيده لكل حد بيسمعها. أمين. أمين. انا شخصيا جاي استفاد، لانه جاي النهارده الموضوع زي ما بقول كده على هواي انا شخصيا، عن الخادم، عن التكليف، عن التشريف. واتمنى الحلقه دي تكون بركه ومرجع لكل الخدام اللي بيحضروا الحلقه دي. بصلي من كل قلبي يكون ربنا بيكلمك، يكون ربنا بيكلمك، يكون ربنا بيكلمنا كلنا. بس خلينا قبل ما ندخل في الموضوع الشيق الجذاب الجميل ده، نبدا بترنيمه مع اخونا الحبيب الاخ باسم. اتفضل. فرحانا بنعلي غنانا لاسم اللي فدانا، نرفع تسبيح، هاتوا الاوتار، اقعدوا مسمار، غنوا الاشعار لاسم المسيح، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 لاسم المسيح، هللويا لاسم المسيح، هللويا. ندخل لحجاله، نشبع بجماله، نهدي لجلاله أحلى الأناشيد، يملانا نوره، يغمرنا سروره، نهتف في حضوره
بالحمد وبتمجيد. قولوا قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 هللويا، باسم المسيح هللويا، حمد وتسبيح هللويا. من زي إلهنا لمقام رفعنا، ومعها أجلسنا في السماويات، بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا، ومعه بعيوننا هنشوف آيات. قولوا هللويا قولوا هللويا 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 هللويا، هنشوف آيات هللويا هنشوف آيات هللويا. نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا. نحمي ايمان انجيلك وانت اللي حمينا. وعايزينك 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 وحبينك. تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. بالروح بنجيلك، بالروح بأنجيلك. هاليلويا، مجد للرب. الخدمة، الخدمة كلمة صغيرة لكن في نفس الوقت موضوع كبير. الخدمة حروفها قليلة جدا لكن عمر، ومحتاجة مش حلقة لكن عشرات الحلقات عشان نغطي ولو جزء صغير من موضوع الخدمة. بس علشان نكون محددين النهاردة هنتكلم يا ابونا زي ما بيقولوا كده في مفاتيح، أهم الحاجات اللي ممكن يكون أي حد بيسمعنا مستني النهاردة يسمعها عن الخدمة. وأنا يعني عندي يقين أنه أغلب الناس اللي بتتابعنا النهاردة غالبا ناس خدام أو ناس عايزين يخدموا. فإحنا النهاردة محتاجين يكون الرب بيكلمنا في الأمر ده. أول حاجة نائب القسيس نفسي أبدأ بيها دعوة الخدمة. هل الخدمة لازم يكون ليها دعوة؟ لأنه في ناس بتطلع تخدم من غير دعوة، ملهاش دعوة أصلا بالخدمة، لا خدت دعوة من الرب ولا ليها دعوة. فاللي مالوش دعوة ده بيدعي عليه للصبح، لأن هو طالع يخدم ويتكلم فبيعمل حاجتين، هو بيتعب وكمان بيتعب. ونفسي يا جناب القسيس في الموضوع ده بالتحديد اتكلمنا بشكل شخصي، يعني ادينا كلمة عن أهمية الدعوة، لكن قول لنا الدكتور القسيس سمير فهمي لما طلع يخدم الرب هل كان في دعوة واضحة من الرب أو في اختبار كان مرتبط بدعوة جناب القسيس سمير للخدمة؟ طبعا أولاً أنت بتقول كلام كبير قوي، وانت عندك جمل جميله اصلا يعني يا حضره السيس، فبحبها قوي بصراحه. فالدعوه اني اكون خادم تمام متفرغ. ايوه، في فرق ما بين اخدم في اجتماع شباب واروح. صحيح، انا بتكلم على التفرغ. مش حضرتك بتتكلم على التفرغ التام؟ التفرغ التام تمام. ف يعني ليه اختبار خاص في الموضوع ده تمام. لان انا اؤمن يا جناب القسيس، أنا أؤمن إني خادم زي ما أنت قلت حضرتك بدون دعوة لا ما يعني بلاش تستجرى وتبتدي، لأنك هتبهدل. صحيح، وهتبهدل وهتبهدل. صحيح، وعارف عندي جملة جميلة بحبها، يمكن المفروض تتقال بعد شوية بس أقولها دلوقتي. اتفضل. إن اللي يطلع الرب يتكفل بيه الرب. صحيح، واللي يطلع من روحه تطلع روحه. صحيح، انا بحب دايما الجمله دي معايا من زمان. قولها تاني حضره السيس. اللي يطلع الرب ايوه يتكفل بيه الرب، يتكفل بيه الرب، واللي يطلع من روحه تطلع روحه. صحيح، فطبعا ده شعار واخده من 20 سنه مثلا حاجه كده يعني. صحيح، ومفيش مكان يبقى فيه خدام الا لازم اقوله.
لاني بحس انها رساله مهمه جدا. صحيح. طبعا ده ما يقولش ان مفيش صعاب اكيد, لا احنا مش يتكفل بينا وبناكل بسكوت للنهار. لا برضو هنتكلم بعد شويه عن صحيح. اكيد هتسالني على أكيد. صعاب الخدمه وانتقاط الخدمه بالزبط. لكن انا اتجددت في 71 تمام. 71 اتغيرت ونلت نعمة التجديد اللي, اللي بيشوفنا دلوقتي ومش واخد باله. يعني الميلاد الثاني يعني يوحنا 3 تمام. يعني لما السامرية اتغيرت في يوحنا 4 كل ده يعني غيرت الاتجاه بقيت ابن للرب تماما. صح انا ابن قسيس بس ما كنتش اعرف الرب. يعني انا حضر قسيس علشان اتكلم عن دعوة الرب لي للخدمة لازم الاول يكون قابلت مع الرب ولي علاقه شخصيه معاه. ما ينفعش من 71 ما ينفعش من غير 71 تمام. 71 بتاعتي انا تمام. كانت لازم تنف لازم تمر بالمرحله دي تمام. طبعا اتغيرت في 71 ونلت نعمه الخلاص. انا في ثانويه عامه وكنت بذاكر وحاطط تارجت. تارجت يعني هدف قدامي. هدف قدامك. اني اخش كليه الطب تمام. أنا كنت حاطط في مخي كده تمام. ومش حاجة تاني غير كده وبموت روحي في المذاكرة علشان كده تمام. يعني عشان كده تلاقي حضرتك لما أنا يعني الحمد لله عندي ابن يعني خد السكة دي. لكن نشكر لكن المهم إني وقتها أنا إيه عمال أذاكر وإذ بأبويا القسيس يبقى راجع من الكنيسة. إحنا كنا في اسكندرية راجع من الكنيسة اللي هو راعي فيها راجع منها يقع في حفرة. حفرة دي بتاعت عمارة بتتبني جديد ففي خشب في حديد. لما وقع حصل عنده مشكلة. ايه المشكلة؟ مفيش كلام ومفيش حركة. لا كلام ولا حركة. جابوه شايلينه بقى. انا متذكر جدا حتى لون العربية اللي جابته. جابوه شايلينه واحنا طبعا صدمنا كلنا. كنت انا موجود في البيت. كان لي اخ تاني في الجيش. وكان لي اخ تاني في كندا تمام. فما فيش غير انا الراجل تمام. فاحنا ثلاث اولاد واحد جيش واحد كندا وانا اللي باقي. فطبعا في اسكندريه في بشر بحري كنا قاعدين يعني. فطبعا انا بقى بذاكر ورايح الامتحانات وابويا يحصل له كده. طبعا ميك سنس انك انت ستوب ايفرثينج توقف كل حاجه طبعا. كل مش هينفع تكمل. فروحت موقف كل حاجة إلا مع أني بذاكر بس خلاص بقى. أبوك شاف أبوك بيموت وأبويا كان يعني كنت أحبه كنت متعلق بيه جامد جدا جدا جدا. يعني كان مثل حي بصراحة. مش عشان أبويا كان مثل حي. وأي حد تقول له القسيس فهم نخلة هو يكمل ويقول لك يعني تمام. بس المهم أني بدأت أنتبه لبابا بقى يوم أنا ويوم أمي. يوم انا اخلي بالي منه ويوم امي تمام كده يشرب لمؤاخذه يروح الحمام. كان كده يعني مسؤول عنه. كنت مسؤول عنه يوم تمام. مش كل يوم يوم ويوم يوم ويوم. فجينا في يوم الايام عشان اختصر لك انا بختصر لك الدنيا قوي. اتفضل. جينا في يوم الايام انا بقى كنت يعني بصلي جامد بس بتجدد. ايوه ما قريتش العهد الجديد ولا حتى انجيل يوحنا تمام. لسه ما اعرفش حاجه ما اعرفش حتى اصلي ازاي لكن الروح يشفع فينا ينطق فعلا. انا اختبرتها ان كان بيصلي فيا وانا مش فاهم. كان بيصلي فيا وانا مش فاهم. بعد كده فهمت يعني. المهم يعني جه في يوم من الايام كده عندنا شباك صغنن كده بيبص على البحر تمام. الشباك ده تقف فيه انت شايف شاطئ سيدي بشر اللي هو مش ابو هيف سيدي بشر. ايوه. فانا شايف قبل ما تتبني الابراج بتاع اسكندريه انا بتكلم على زمان ها. فابص على من الشباك في بحر. فيوم كان عليا الدور. يوم انا كان عليا الدور تمام. ده بعد انا خلاص الامتحانات رحت وجاوبت وخلاص لاني حاولت ما اروحش ما انفعش. فرحت اي حاجه اجاوب واطلع اي حاجه وامشي تمام. فانا عارف ان انا ساقط واعيد تاني انا فاهمها دي تمام. بس السبب مين؟ السبب مشكلة أبويا ظروف المر بيها فأنا وقفت في الشباك ده جنب القسيس ولا أنسى هذا اليوم أبدا 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 أبدا. شوف ما بتكلم من سنة كام لكام النهاردة أنت دخلت فوق 40 سنة يعني. فوقفت في الشباك قلت له عايز أقول لك حاجة ممكن تسمعني أنا بكلم ربنا. أيوه.
طبعا في حد يقول لي ازاي تكلم ربنا كده، معلش بقى انا بقول لك انا ممكن تشعر بقى خلاص ما تعاتبنيش. فانا واقف قدام في الشباك كده شايف البحر والدنيا هاديه بالليل، كان ابويا نام، تمام، ابويا كان نام نعس، انا هو بس في الاوضه واقفين الباب وكله نايم، منك لربنا على طول، وكله نايم في الشقه كمان، مش احنا يعني ما حدش صاحي غير انا، بس انا صاحي عشان اللي قال لي عاوز حاجه بتاع كده يعني. فقلت له انت هقول لك كلمتين، انا مش عارف انت ليه عملت كده في ابويا، اقول ابويا ده راجل بيحبك وبيخدمك طول العمر، انك تنيمه كده انا مش فاهمها، انا مش فاهمها، قلت له انا مش فاهمها، بس عايز اقول لك على حاجه، ممكن اعمل دين معاك، اعمل انا وانت كده ناخد حته كده انا وانت، عندي انا هخدمك، بس مش عارف ازاي، هخدمك زي ما انت عارف وزي ما انت عايز، باي شكل إن كان انت عايزه، هتفهمني بعدين انت عايز ايه، بس عندي شرط هقوله لك. دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 11 بالليل، 11 ل 5 بتاع كده يعني، تمام. المهم معاك لغايه الساعه 12 تشفي ابويا، شفيته انا بتاعك، مش 99% 100%، ما شفيتوش كل سنه وانت طيب وشكرا واشوف حالي اعيد السنه كده يعني. على فكره اروح ابص على ابويا وارجع على الشباك، ايوه على فكره بقت 11 ونص انت باقي لك نص ساعه، ايوه على فكره بقت 12 الا ربع كده هي ربع ساعه، انا مش شايفك بس انت شايفني، انا ببص فوق على انك انت فوق، بس انت ممكن تكون هنا ممكن ما تكونش فوق، بس انا بكلمك اللي انت عايزه اعمله، عايز سمير فهمي انا معاك، مش عايز سمير فهمي شكرا، ما فيهاش حاجه تزعل يعني، مش كده، ما فيش حاجه تزعل، وانا مش هزعل منك ولا انت تزعل مني، ولا انا مش فاهم يعني ايه خدمه، انا اللي فاهم خدمه عن ابويا، ايوه يعني قسيس يتبهدل، قال اللي انا فاهمه، مش فاهم حاجه غير كده، أيوة. فالمهم 12 الا ربع، 12 الا 10، 12 12 الا 7 دقائق، انا متاكد من التوقيت ده يا اسيس، لقيت ابويا بيندهلي ايوه، ما هو شايفني بعينيه، هو عارف ان انا ببقى معاه، أيوة. هو بس ما بيتكلمش وما بيتحركش، كانش بيتكلم قبل كده، لا بيتكلم ويتحرك لما اتصدم لما وقع على الخشب والحديد، ما اعرفش ايه اللي حصل، فراح بص لي كده نادالي باسمي اللي هو سماني عليه، اسم مرسل كان بيزور الكنيسه عنده، تمام، ده اسمي ما سمير ده في البطاقه، لكن في اسم تاني اللي هو فريدي، هو ده الميشن المرسل، دي معلومه جديده دي، يعني حضرتك اسمك في البطاقه سمير، لكن اسمي العائلي واللي اتعرفت بيه الاول هو فريدي فهره يه دانيه، فناداك باسم المرسل ده، باسم فريدي. المرسل ده هو على طول كان مسميني كده، على ان انا من زمان لما سماني الاسم ده كان في مرسل عندنا، تمام، بالاسم ده، فاتولدت يوميها، فقال خلاص احنا هنسميه على اسمك، تمام، فسماني على اسم المرسل اللي كان عندنا في البلد، فالمهم يعني نادى عليا فريدي اطفي النور، عشان اطفي النور يا ابونا، انا اطفيه، انا متاكد ان انا اطفيه، دي حاجه تخوف اكتر، اطفي النور، بقول لك اطفي النور انا مش قادر، قلت له يا بابا انا طفي النور، بقينا نتكلم بقى، يا بابا انا طفي النور، قال لي يا واد اطفي النور، هو صعيدي واخد بالك، يا واد قلت لك اطفي النور، قلت له يا بابا انا طفي النور، بدل ما اروح اطفي ولعت، لان انا طفيت، شوف ايه، فلما ولعت لقيت بابا واقف، فقلت له الله ده انت واقف، انت بتتكلم 12 الا 7 دقائق، هللويا، لقيت الدموع نازله من عينيا، ورحت ناحيه الشباك تاني، قلت له خلاص انا عرفت، خلاص ما قلتش لابويا، قلت له خلاص يا رب انا عرفت، خلاص اشكرك، انا مش عارف ازاي ولا هعمل ايه ولا يعني ايه، انا بسلمك الدنيا اهي، هللويا، وزي ما انت عايز بقى، انا مش عارف اعمل ايه، هقول لابويا امتى؟ يمكن اقول له الصبح بقى، دلوقتي مش عارف اقول له، لان كان لازم اقول لابويا، انا ما اعرفش حاجه، صحيح، انا ما اعرفش اعمل ايه اصلا، صحيح بس قبلت الدعوه ساعتها، وانا واثق بقى بابا خد، نشكر ربنا ورجع طبيعي وعاش بعد كده يمكن 5 6 سنين، لكن بعد كده بعد اللي حصل ده يعني على طول حكيت لابويا تاني يوم،
فقال لي حضر شنطتك وعلى كليه اللاهوت عدل على طول. هللويا. ورحت رايح على كليه اللاهوت المشيخيه. أيوه. اللي في العباسيه. أيوه. اللي ما زالت اصلا. أيوه. ورحت رايح والتحقت بالكليه. هللويا. وسنين عمر بقى مجدا للرب. كلام رائع ومشجع يا ابونا. ودعوه واضحه من الرب وقبلها بسبع دقائق. واللي انت تطلبه من الرب حتى طلبته ببساطه. كانت بساطه وانت اللي عملت ديل مع الرب. وتحدي. بصراحه. والرب بامانته زي ما عمل مع جدعون، انا عايز الجزه نشفى حواليها ميه. لا عايز فيها ميه وحواليها نرت. أيوة. الرب بامانته ومحبته. أيوة. قبل سؤالك. أيوة. أيوة. كلام جميل وكلام مشجع. ربنا يباركك. واختبار قوي حي. نسمع ترنيمه نشجع بيها بعد الكلام الحلو ده مع اخونا باسم. أمين. ونكمل اسئله. امين امين. هللويا لك المجد. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. وكل طير في السماء وكل عشب قد نما والزهر في أغصانه لك والظاهر في أغصانه لك يغني باسما. لك يا سيدي محبتي وضيقتي يا ضامنا سلامتي. ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي وإن ضللت تائها بصيرتي. ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. لك يا سيدي لك أنا بجملتي يا ملجئي وراحتي. أعطيك آمالي الكبار أعطيك قلبي خالصا قدسه في نور ونار. أعطيك آمالي الكبار أعطيك ليلي والنهار قلبي خالصا قدسه في نور ونار.
بك أمالي الكبار، أعطيك ليلي والنهار. ده القرار اللي خده جناب الدكتور القسيس سمير فهمي في يوم من الأيام. مؤمن بحاجة حضر القسيس، وأتمنى حضرتك تأكدها لي أو تقول لي لا ده كلام مش مظبوط، إنه الشخص المدعو لن يستطيع أن يفلت من دعوة الله. يعني واضح حسب اختبار حضرتك، حضرتك اللي بدأت، حضرتك اللي عملت الديل الاتفاق مع الرب، هتشفي بابا، يبقى ده كلام واضح منك ان انا ليك وان انا بتاعك وان انا خدامك. نفترض انه ابا ربنا ما سمحش يشفي بابا الوقت ده، شافه بعد الساعه 12، شافه بعد فتره، هل كان برضه القسيس سمير سيخدم الرب؟ مش من ناحيه، مش بتكلم على حضرتك دلوقتي كنت تاخد قرار ولا لا، لكن في اعتقاد الشخصي، طالما الرب كان من الاول ناوي يستخدمك ويدعوك انك تخدم الرب، حتى لو ما كانش الرب حقق الاتفاق او ما كانش الرب شفى بابا، انا واثق ده ايمان الشخصي انه كنت هتلف الايام وترجع تخدم الرب. قال كده الارميا، قال له لا تقل لاني ولد، قال له من بطن امك عرفتك ومن الرحم قدستك. الرب لما يصر على حد الخدمه مهما راح ومهما لف ومهما بعد، يقفل له كل الطرق ويعمل اغلاق في كل السكك قدامه علشان يرجعه تاني للخدمه. هل ده كلام كتابي ولا كلام بيقولوه الخدام بس؟ لا هو بص، هو كلام كتابي، لكن انا اؤمن من خبرتي 45 سنه وشفت خدام في كل انحاء العالم تقريبا. انا اؤمن يا جناب القسيس اني لابد ان تكون هناك دعوه واضحه. صحيح، ما ينفعش تكون يعني هي مش باينه، هو كده هو ناوي، هو ربنا بيفكر، لا ما ينفعش واضحه. وبعدين انا وقتها لما انا صليت قلت لحضرتك انا كنت بسيط، تمام، ما كنت يا دوبك لسه متجدد، تمام، ما قريتش الكتاب كله، تمام، فما بعرفش اصلي كما يجب. فمعلش بسطتي بقى رحت بيها لربنا. فمش شرط كل واحد هيدعى الخدمه يروح في بسطته، لان الله بيعد خدام بيكون اوريدي قرب كتاب وصلوا بيوعظوا، فده وضع مختلف. كل واحد فينا له شكل وقالب مختلف الله بيدعوه بيه. حضرتك غيري انا، صحيح، واي خادم بيشوفنا دلوقتي برضه يكون يختلف عني وعنك، تمام، لكن لازم دعوه. شكلها ايه بقى انا ما اعرفش، صح، لكن انت اللي لازم تعرف من جواك بالظبط انا زعم انا مدعو ولا لا، اعرف اميزها. ما حاولش ان انا يعني كسرون، اتمنى العربي بتاعي يكون ماشي، يعني تمام. كتار جدا دعوا انفسهم، مظبوط، وكتار جدا دعوهم الناس، وكتار جدا دعاهم الله، صحيح. فاللي دعوا انفسهم بيتعبوا وبيتبهدلوا. واحد يسمعك بتوعظ، ايه يا عم ده انت مش عادي يا عم، ده انت شيخ الاسس، مالك يا عم، أيوه. ربنا والكنيسه بدها تدعيني ومش هوب، وتركب في دماغي ان انا مش محاسب، تمام. لا انا قسيس، صحيح، يبقى انا هتفرغ للخدمه. صحيح. طب يا عم صليت، طب يا عم خدت دعوه من ربنا، يا عم خدت انا اقول يا ابونا، عشان بس اسيب النقطه دي لحضرتك، أيوة. لنقطه ان لابد ان يكون هناك دعوه، تمام. كتابي جدا، مش تمام. مهم شكلها ايه، لكن في دعوه، لكن في دعوه، حتى المرنم وتاكيد يا حضر يا استاذ، يعني مش بس الواعظ، حتى باسم طبعا، حتى اي حد بيخدم متفرغ 24 hours 7 days a week، تمام. 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، تمام. لازم يكون مدعو دعوة واضحة، مش مراتي، مش أبويا، مش أمي. استحسان بشري. ممكن تسمح لي أقول لك حاجة؟ اتفضل. يعني أنا ربنا استخدمني لما رحت كندا من 32 سنة، تمام، وبدأت إني أسس هيئة، الهيئة يعني زي أي حد عايش في كندا، تمام. يعني ما مش شرط يكون زي أي حد، أوكي. أنا ما أعرفش، لكن الرب فبقت خدمة كبيرة وكده ومتطرفة. فجيت لابني الكبير، ده اللي أنا عايز أقوله بقى، أيوة. ده اللي أنا عايز أقوله، الواد ده جدع، أيوة. من غير ما أقول، مش عايز أقول اسمه تاني، لكن أيوة. الواد ده جدع، أيوة. فولو أني أقول اسمه ما يهمنيش، ده شرف ليا كبير يعني، تمام. اسمه مارتن الكبير. مارتن رحت رايح له كده في يوم، قلت له مارتن ما تيجي اخدك على ستاربكس، كويس، هناخد كده كافي انا وانت، وستاربكس مش بعيد عن بيتي يعني، سوقنا ورحنا ستاربكس وقعدنا. مارتن في الامم المتحده حتى يومنا هذا حاليا، شغال هنا من زمان، تمام. فالمهم في منصب نشكر ربنا لاجله، لكن جينا نتكلم انا وهو، فقلت له مارتن نفسي اقول حاجه،
قالوا لي يا بابا انا بحبه، هو ابني الكبير يعني. اكيد ابنك الكبير هتلاقي نفسك كده في كده ما تفهمش، احنا صعايده العيل الكبير ده بيبقى له شايل اسمك بقى وكده يعني. فقلت له بص يا مارتن انا هدفع القهوه يا بابا. يضحك. قال لي ليه؟ قلت له عشان عندي سؤال اسال. عشان تسمع بس يا بابا، الخدمه كبرت والخدمه حلوه وانت بتاع ميديا، هو بتاع ميديا تلفزيوني غير عادي، تمام، بيعمل حاجات في التلفزيونات العاديه تنبهر، تمام، يعرف انجليزي فرنساوي عربي أوكي. يتكلمهم بطلاقه، تمام. فجيت قلت له مارتن بقول لك ايه، حما فيش حد هيكون احسن منك يشيل الخدمه اللي انا فيها، تمام. انا غلطت كده؟ لا بالعكس. قلت له تشيل الخدمه تبقى كده حبيبي، ايه رايك؟ هديك كل حاجه، كل حاجه، وانت اللي هتبقى الدايركتور، تكمل المسيره، دايركتور بتاع الهيئه، المدير، وانت هتمشي تكمل حبيبي، ايه رايك؟ واللي انت عايزه انا هبقى شايل لك الشنطه، هدخلك على التلفزيون وتخدم مكاني وانت تكمل. الواد بص لي كده، ايوه، ان شاء الله تشوفه في يوم من الايام ان شاء الله. بص لي كده بصه كده قال لي بابا، قلت له نعم. قال لما ربنا دعاك للخدمه، لانه كان بيسمع مني الكلمه دي كتير، ايوه طبعا، ويعرف الاختبار ده، فقال لي هو جده اللي دعاك للخدمه ولا ربنا؟ فقلت له لا ربنا. قال امال ليه انت بتعك؟ قلت له بعك ليه؟ امال انت بتدعيني انا ليه يعني؟ ليه بتقول لي؟ لو ربنا عايزني هيجيبني زي ما جابك. ما تجيش تقول لي تعالى اخدم، ده سؤال ما ينفعش، ده مش صح. ده صحيح. انت تصلي لاجلي لكن ما تقوليش تعالى اخدم. تعالى اخدم ده يقولها لي هو، لان هشتغل عنده. والواد اداني وعظه. قلت له خلاص يا حبيبي، خلاص خلاص يا بابا، ادفع انت القهوه بقى. فالخدمه دعوه. صحيح. ما تنفعش غير كده يا ابونا. صحيح. احنا بنتبهدل ان مش مدعو، ببقى مش مدعو. طبعا. وانا ابقى حابب منظرها، ابقى عارف على المنبر، الله. صحيح. الكاميرات هتصورني. صحيح. كاميرات يا عم تصورك ايه؟ دعوة. ده صحيح، ده صحيح. انا مش عايز اطول في الكلام. لا يبقى الخدمه دعوه يعني. يبقى الخدمه دعوه مش في ستاربكس فنجان قهوه. هو كان عايز يقول لك انا عجبني جدا ان هو فكر بكلام منطقي، انه ما ينفعش شخص يدعي شخص. انا اعتقد انه راي الاب زي اللي حضرتك قلته لمارتن مش كده، قلته لاخونا مارتن، وراي القسيس بتاع كنيستي، وراي اخواتي اللي حواليا، وراي بيتي، ده يعتبر ينفع يكون رقم اتنين مشجع. مشجع ده بيسموه علامات على الطريق. صحيح. حاجه بتقول لك انت ماشي صح. ايوه. احنا حاسين ان انت مرنم، انت عازف، فيك مسحة، انت متكلم. ايوه صح. انت ربنا بيديك في القياده، في التدبير. أيوة. لكن لازم الحاجه الاساسيه اللي هي دعوة الرب، الخطوة الأولى لازم ربنا. بالظبط. طيب عايز أقول حضرة أسيس لخطوة تانية. أي. وبعدها ناخد ترجمة من أخونا باسم. أي. الرسول بولس لما قال لتيمساوس في تيمساوس الثانية 2 عدد 2 قال له وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين. هنا حط شرطين للي بيخدم. الرقم 1 أمناء، نمرة 2 أكفاء. أمناء حد أمين وتقي واخد دعوة من عند الرب، لكن كمان لازم يكونوا أكفاء، يكونوا شطار. مرات الخدمة تعتمد على أمانة دون الكفاءة. أقول لك بص كفاية أنه أمين، أهو مش شاطر، مش بيعرف يوعظ كويس، بيلخبط في الترانيم، ما بيعرفش يعزف، بس قلبه حلو. واحد تاني العكس يقول لك لا هو بص أحسن واحد يوعظ، أحسن واحد يرنم، أحسن واحد يقود كنيسة، أحسن واحد يرعى، بس هو مش مضمون قوي، اخلاقياته مش قوي، محبته للناس مش قوي، اسلوبه مع الناس مش قوي. فواضح انه الاثنين بيكملوا بعض. عاوز اقول ببساطه الدعوه وحدها لا تكفي. فهنا في حاجه المفروض ان انا طالما ربنا اداني دعوه ادخل كليه لاهوت، ادخل اكليريكيه، ادخل اعداد خدام، ولا انا لا خلاص انا عرفت الرب والرب مديني دعوه ادخل بعبلي زي ما انا. يقول لك يا محبوب هي السامريه دخلت كليه لاهوت في العباسيه، انت هتودينا العباسيه ليه؟ هو فلان ده دخل كليريكيه، يا عم كان راجل زكى غلبان اسمه ايه ده متى، كان راجل لاوي، راجل بتاع ضرايب وخدم الرب. الناس بتيجي الراجل لف المدن العشر دول كان عليه شياطين وخدم الرب، هو ليه يدخل كليات لاهوت؟ هل الدعوه وحدها تكفي
ولا محتاجة مع الدعوة أني أكون بدرس، أكون بفهم، أكون بقرأ كلمة الله عشان أقدر أوصل رسالة للناس. بص سؤالك جميل جدا، أنا برضو هجاوبه بطريقة مختصرة. اتفضل. يعني كل سؤال ينفع حلقة أصلا. تمام صحيح. لكن زي ما قلت حضرتك أن بولس قال لتيموثاوس يكونوا أمناء وأكفاء. بالظبط. يعني يكونوا كفء أن هم يقدر يعلموا ويقدموا رسالة، فده شرط. تمام ماشي كده، ده شرط مهم جدا. أنا أؤمن من خبرتي اللي أتمنى تنفع الناس إني ما ينفعش اللي أنت قلته حضرتك إني خادم يقول لك أنا بخدم ومش لازم هو ربنا يعلمني أقرأ ويفسر لي. تمام. بص في حالات كده صحيح مش وحشة صحيح، لكن مش ده الأساس. صحيح. الأساس إن شاء الله أكون يعني مفهوم عند اللي بيسمعني. أيوه. الأساس إن أنا لابد أن أدرس كلمة الله. صحيح. لازم أدرسها. صحيح. ولابد أن أنا أدور في حتة أتعلم منها. تمام. لأن أنا مش راجل كفء يعني لكل حاجة يا بونا. بالظبط. أنا برضو محتاج اللي يعلمني. يعني مرات كتير أقرأ لك أنت همسات ألا نفسي بتعلم منها. بتعلم منها. وحضرتك شوف تصغر عني بكام سنة. لا لا لا. لكن أبص لها وأتعلم. تمام. مش عيب أن أروح مدرسة أتعلم. صحيح. مش عيب صحيح. ان انا اذاكر. صحيح. اقول لحضرتك برضو اختبار الشخص. اتفضل. يعني صحيح. لما اخذت كليه اللاهوت وتخرجت في 76 من كليه اللاهوت واترسمت في 78 وكده يعني كاسي، قلت لن اكتفي. انا راجل بحب المذاكره. تمام. انا واعتقد ان اي خادم لازم يقول له مش هكتفي بمرحله. طب سوري يا ابونا اقطعك في الحته دي. اتفضل. يعني مش عيب ان انا لو متاح ليا اعمل ماجستير، اخد دكتوراه، اعمل دبلومه؟ ده المفروض يتعمل. الحاجات دي مش غلط ولا عيب؟ لا بالعكس المفروض يتعمل. يعني ده ما يعتبرش نوع من التفاخر؟ لا 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 لا. الظهور يتقال ده القاف. يا عمي المسيح ما كانش عنده شهادات. معلش انا مش قصدي ده القاف اصلا يشيلوها. لا انا بتكلم عموما. انا اتعلم الدراسه. ايوه انا ذاكر. بالظبط. فانا افتكر كويس جدا حضرتك لما برضو بسرعه يعني اتفضل. قلت انا عايز اذاكر. انا مش هكتفي بالبكالوريوس. وكنت صغير وعيالي صغننين يعني ما اعرفش حاجه قوي. يعني اكون صريح معاك يعني. تمام. فروحت داخل على كليه الحقوق. حلو. عشان اذاكر حقوق. قلت هي دي اللي تنفع مع الشعب. تمام. حد عنده مشكله، حد عايز ياخد راي قانوني كده يعني. فدخلتها في جامعه اسكندريه. اتذكر لما شيخ عرف اني انا ذكرت حقوق وما كنتش استاذنت يعني. زعل. لا زعل دي كلمه قليله. لا مشيت. يا ما ينفعش. ايه كان وجهه نظره؟ الحقوق يحنى. اللي اوله مش عارف ايه اخره ايه. كده انت بتذاكر حقوق عايز تطلع محامي، عايز تشوط الخدمه، كمل في المحاماه. كمل خلاص. بقى في المحاماه. ما تقعدش تلعب علينا انت كده بالنسبه له بتاع ركبين الفرقتين. ايوه بالظبط كده. رحت مصمم حتى لو هبقى في الشارع انك تكمل. لو هنام في الشارع انا وعيالي. تمام. انا هكمل. لو هنام شو وانا مدعو الخدمه وربنا يديني مسحه وانا فاهمها كويس جدا جدا. ايوه. واخد بالك ازاي؟ ومعيش اكل معيش. انت عارف هنا يعني في مصر ما عندكش هيئه وراك وكلام من ده يعني. تمام. فرحت سايبه وماشي وكملت الحقوق. واخد بالك ازاي؟ طبعا عانيت ومش هنتكلم في دي دلوقتي. طبعا. بعد شويه قلت الله لا، انا سافرت بعد كده على كندا. قلت لا انا عايز ماجستير، انا مش هينفع اقعد كده. وانا برضو راعي. ايوه. ماسك كنيسه برضو هناك. تمام. وبداتها في تشيرش بلانتنج بيسموها زرع كنيسه. تمام. يعني فرحت مكمل على الماجستير. بعد ما اخدته كنت في فلوريدا بخدم، وانا في فلوريدا بخدم قابلت مدير كليه لاهوت الاي تي اس، ده كليه كبيره جدا في فلوريدا. قال لي اسيس سمير انت لازم تاخد الدكتوراه. قلت له الله يخليك انا مش ناقص. المهم صمم وكان صاحبي وحبيبي يعني. أيوه. ومدير الكليه فرح. أيوه. مدخلني. حلو جدا. راح مسجل لي ولقيت نفسي راكب الطياره راجع وانا مسجل. تمام. الدكتوراه. شكرا لك. طبعا قعدت 7 سنين. قلت مصمم هاخدها برضه 7 سنين. ايوه. قالوا 30,000 دولار. قلت مصمم ان شاء الله بيح هدومي. وبدات اذاكر. تعب دلوقتي انا عمري مش عايز اقوله للناس لكن عدى 65. ربنا يديك الصحه. تعرف ان في جامعه في ساوث افريكا اللي هي جنوب افريقيا مش كده؟ ساوث في جنوب افريقيا مقدمين لي ورق معايا ابوريه حضرتك اني اوفر ان انا اذاكر الدكتوراه معاهم
دكتوراه وراح مدين لي التايتل بتاع الدكتوراه وهتاخدها وهنصرف عليك وكل حاجه بس تعمل لنا الدكتوراه دي والبحث ده يبقى في الميشن يعني والبحث ده يبقى متاح لينا. ده قلت لهم لا صحتي بقى مش نافع كده يعني، لكن انا اعشق المذاكره. اي خادم لا يدرس او انا كلمه الله صحيح. ويشوف الدنيا حواليه شكلها ايه يعني سوري ان انا طولت. لا بشكرك يا بسيط. لا انا بديك الفرصه عشان استفاد وعشان الحبايب يستفادوا. انا بقول حياتك انا مش بفتخر ومش بقول حاجه بتمنظر بيها بالزبط. انا اللي عايز اتمنظر ولا انا في سن عشان افتخر. سيبك من الكلام ده خالص، لكن انا بشجع ان احنا لازم نعمل كده. اشكرك لازم نعمل كده. وبنبسط جدا لما واحد يقول لي انا بذاكر دكتوراه. حلو جدا. هاو كان اي هيلب يو، ازاي اقدر اساعدك، ازاي اقف جنبك بالزبط. عشان تكمل. صحيح. لاني احنا شعبنا محتاج. صحيح. محتاج ناس تكون ذو معرفه، ناس تعرف تتكلم. صحيح. ناس تعرف تعالج امور. لكن ابقى كده يعني مدعو بلا تعليم. صحيح. اعتقد هيبقى هش شويه. او ربنا عارف لو مدعو حقيقي. ايوه. ربنا مش هيسيبه وما يذاكرش. بالظبط، بالعكس ده هيشجعه يعمل، هيحطه في السكه دي. صحيح. شكرا يا جناب القسيس على الكلام الرائع الغالي الثمين اللي شجعتنا بيه. عزيزي المشاهد، عايز قبل ما نسمع الترنيمه اللي جايه الخص لك الرب كان عاوز اقول لك ايه من خلال جناب القسيس. الدعوه وحدها لا تكفي. ايوه. الدعوه انه الباب اتفتح، لكن انت كمل في الطريق علشان تجتهد انك تفضل توصل افضل ما عندك. على فكره كلنا عندنا امثله في كنايسنا وبلادنا وبالذات القرى والصعيد، نعرف ناس ما بتعرفش تفك الخط. أيوة. لا بتعرف تقرا ولا تكتب، بس عند الكتاب المقدس يقرا بالتشكيل. يقول لك سبحان الله ما يعرفش يقرا ولا حاجه حتى الجرايد، بس كلمه الله بيقراها بشكل محترم. عارف ده ايه؟ ده الروح القدس. صحيح. بيدي ناس انه بيفتح البصيره. وممكن ناس ما دخلوش كليات لاهوت يوعظوا احسن من الناس عندهم دكتوراه بالروح القدس، بس انت كخادم لازم تدرس وتقرا زي ما قال جناب القسيس. في عباره بتقول من لا يقرا لا يقرا. أيوة. من لا يقرا لا يقرا. اللي ما بيقراش وما بيفهمش لما يقعد قدام الناس او الناس تقعد قدامه مش هتاخد منه ولا حاجه. افتح مكتبتك. تيمساوس على فكره كان فيه الروح القدس. تيمساوس كان اسقف عظيم ومع ذلك يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، اعكف على القراءه، فتش الكتب. بيتكلم معاه انه يدرس ويقرا كلمه الله. فالدعوه وحدها لا تكفي. زي ما سمعنا من جناب القسيس، مش عيب تعمل ماجستير، مش عيب تعمل دكتوراه، دور على اي كليه لاهوت، دور على اي اعداد خدام. ولا سيما يمكن الاجيال اللي خدمت فيها جناب القسيس كانت اجيال بسيطه. أيوة. كان في ناس تقول لهم يا مجد للرب ويتبسطوا ويفرحوا. صحيح فعلا. لا احنا النهارده الاجيال صعبه. الاجيال النهارده بعد ما تسمع الحلقه دي بتشوفها على اليوتيوب بتدرسها مره واثنين وعشرة ويطلع لك عيوب فيها ويطلع لك عيوب. وبعد ما تقول ايه يدور على الشاهد بالزبط. وبعد ما تقول وعظه عايز يقتنع بالكلام اللي قلته. فاحنا قدام جيل بيدرس وجيل بيقرا وجيل بطل بياخد بحاجه اسمها المسلمات. زمان كان اللي يتقال على المنبر بناخد مسلمات مهما اتقال. ده صح، ده ابونا قال، اوعى تتكلم. النهارده مفيش الكلام ده. النهارده الناس بتدور وراك وبتدرس وراك وبتقرا وكلمه الله وبتذاكر. عشان كده في عباره قالوها لنا زمان، قالوا الله لا يدعو المؤهلين لكن ولكن يؤهل المدعوين. يؤهلهم. كيف يؤهلهم؟ بالظبط كده. بالدراسه. هيحطهم في السكه دي. يحطنا في السكه دي ان احنا نفهم وندرس ونقرا. شكرا يا ابونا على المعلومات الجميله دي. ناخد ترنيمه مع اخونا باسم ونكمل حديثنا الشيق مع حضرتك. ربنا يباركك. شكرا ليك. اتفضل يا باسم. نعمتك وعملها في قلبي حياتي. أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي. قلبي أسير نعمتك وعملها في قلبي حياتي. أنا مديون
رحمتك من بدايات نهاياتي، جبتني من المسابل وصنعت لي اسمي جديد، وكنت راجع وقابل تقبلني ضمن العبيد. قلبي أسير، قلبي أسير، قلبي أسير نعمتك. أنا قلبي أسير، قلبي أسير، قلبي أسير، قلبي رهين كلمتك وجهني من المترين. أنا مشتاق في سكتك، صوتك في حياتي زين. قلبي، قلبي رهين كلمتك وجهني من المترين. ده أنا مشتاق في سكتك، صوتك في حياتي زين. واتحرك وأنا شايفك ببساطة عين عرفان، وأعيش لك وأنا خايفك بقداسة ناس عايزان. قلبي رهيب، قلبي رهيب، قلبي رهيب كلمتك. أنا قلبي رهيب، قلبي رهيب، قلبي رهيب، قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي. أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانكر حالي. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي. أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانكر حالي. يد على المحراب وبالتانية بمسح دموعي، وناسي كل اللي فات وصوب عليك لك شموع. يد على المحراب وبالتاني بمسح دموعي، ناسي كل اللي فات وصوب عليك لك شموعي. قلبي شهيد، قلبي شهيد، قلبي شهيد، ده أنا قلبي شهيد، قلبي شهيد، قلبي شهيد خدمتك. قلبي منهم جيتك ويكون في سراج الزيت، مع حكمات بيعتك كعبارة لزمنا البيت. سهري لاسمك بغني ونشيد يجر نشيد، وفوقها يبقى التغني بفرح أبدي ومجيد. سهري لاسمك بغني ونشيد يجر نشيد، وفوقها يبقى التغني بفرح أبدي ومجيد. قلبي منهى، قلبي منهى، قلبي منهى مجيتك. ده أنا قلبي منهى، قلبي منهى، قلبي منهى مجيتك.
هاليلويا. مجدا للرب. مجدا. ربي يبارك يا اخي باسم. مجدا. عايزك يا اخي باسم تقول لي تاني كلمات بس. كلمات العدد اللي بيقول لحضر قسيس يدي على المحراب. ايوه. وبالتانية انت بالروح القدس اخدت لان انا جوايا نفس الكلام. اتأثرت قوي يدي على المعراس وبالتانية. نفسي اكلمك في الحتة دي يا ابونا. عايز الاخ باسم يقول لنا كلمات حقيقي. ربنا يبارك الاخ ماهر فايز حقيقي كلمات بالروح القدس. قولها لنا تاني كلمات من فضلك. يدي على المحرات وبالتانية بمسح. هات لي اول العدد يا اخي باسم. قلبي شهيد خدمتك. أيوة. وضيع فيها الغالي. أيوة. اعلن اسمك وفديتك وصليبك, وصليبك وانكر حالي. أيوة. يد على المحرات وبالتانية بمسح دموعي ناسي. وناسي كل اللي فات وصوابعي لجلك شموعي. هللويا. بص بقول يا حضر القسيس بيقول قلبي شهيد خدمتك. أيوة. واضيع فيها الغالي. هو انا عشان تجيني دعوة للخدمة لازم في حاجات اتنازل عنها؟ خد بال حضرتك ده انا بتنازل لما ببدا اقبل دعوه الخدمه. اول حاجه حضرتك من خلال اختبارك كان عندك شهاده تبقى دكتور. اول حاجه ضحيت بها انك تبقى دكتور. بس هنا التضحيات ما وقفتش وانت ماشي في السكه بتضيع في الغالي وتلاقي نفسك حسب كلمات الترنيمه الجميله في حاجات بتبكيك بس بايدك اليمين تمسح دموعك وبالتانيه بتعمل ايه؟ شغال. يدي على المحرات وشغال. بيقول السامرية عشان تعرف تخدم تركت جرتها ومتى عشان يعرف يخدم ترك مكان الجباية. واحد زي أليشع حرق البقر بالخشب. في ناس عشان تخدم سابت حاجات. الخادم مش بس بيسيب وبيسيب وهيسيب. كلمنا في الحتة دي الصعبة بقى. يعني وبص لما قال تركنا كل شيء. أيوة. وتبعنا. ده طبعا للمؤمنين كمؤمنين. طبعا. طبعا. أما كخدام الحتة بتبقى صعبة. يعني لن تكون وانت داخل الخدمة. ما انتاش متخيل انك انت هتبقى بيه كبير. الباشا. او انت هتركب العربيه الفخمه قوي. او هتعيش في مستوى عالي جدا او الشعب بقى هي 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 هيعمل معاك اللي ما اتعملش يعني من الحاجات الكويسه. ايوه لما انا بتخيل كده انا بتعب اصلا. لكن اتذكر ابويا لما بقول له لما دخلت كليه اللاهوت. ايوه. وانا بحب استعمل في الحلقه دي الحاجات الشخصيه شويه. طبعا اختبار شخصي ده افضل شيء لكن ليس للكبرياء لكن صحيح. للتعلم. تمام. عشان بسال ابويا السؤال ده. ابويا كان راجل على قد حاله. بقول له يا بابا عندي سؤال ليك. انا في كليه اللاهوت كنت تقريبا في سنه ثالثه يعني قربت اتخرج خلاص. فقلت له يا بابا عايزك تقول لي ايه الصفه اللي بيها ممكن انجح وانا خادم. قول لي اعمل ايه عشان ابقى خادم ناجح. هو كان خادم ناجح جدا. شكرا في دنيته يعني. شكرا في طائفته دنيته. هو كان في الكنيسه الرسوليه. فقلت له يا بابا قول لي انت ايه الصفه اللي عايز نعملها عشان ابقى خادم ناجح. تتخيل يا سيس قال لي ايه؟ تتخيل يا سيس قال لي في وداني اهي. اهي. امام الله اهي. الكلام ده كان سنه يمكن 73 يمكن 74. بعدين راح بص لي بصيلي كده قال لي فريدي اقعد. كنت انا واقف. ايوه. كنت قاعد. تعرف كنا زمان نحترم طبعا مش طبعا. زي اليومين الهباب دول لكن يعني فاقعد. رحت قاعد. تمام. قال عايز انجح في خدمتك؟ قلت له ايوه يا بابا. يعلم الله ايوه. صدقني ايوه. وانا من قلبي بجد فعلا. وانا برضه ما فهمش حاجه لسه صغير يعني. ف على راي واحد سوهاجي بما انك بتقول سوهاج وطحطه ولا طمه لا واحد رحت له هناك في حته اسمها الغريزات. في حاجه اسمها الغريزات. في حاجه تبع المراغه. فودوني اخدم. كويس. اول ما قابلني الراجل الشيخ بن قال لي يا ابني ده انت عضمياتك ما يفوروش فنجان قهوه. شكرا. بس عايز اقول لك صغير. كنت صغير بابا. فبقول لبابا قول لي بقى انا يعني ايه اللي ممكن اعمل؟ فقال لي بص عايز تنجح؟ قلت له قال لي خليك مداس للناس. يا سلام. قلت له نعم. قال لي خليك مداس للناس. قلت له يعني ايه؟ وبدا يشرح يعني ايه؟ ده مش وقتك. لكن ازاي الخادم ما يتخيلش ان هو هيبقى كبير؟ بالعكس ما جئت لأخدم بل لأخدم. تمام. أذكر مرات كثيرة كنا نمسح الكنيسة. لما
لما زرعنا كنيسة في البلد أنا فيها في فانكوفر، أتذكر أسيس الكندي جالي وأنا واخد كنيسة بيحضروا فيها لاجئين عراقيين سودانيين كده يعني مصريين قليلين يعني كده، فجالي قال لي هتدفع إيجار؟ قلت له إيجار إيه؟ قال لي إيجار الكنيسة، عمرنا ما كنا واخدين على كده هنا، صح كده؟ صحيح. انا بتكلم على أيوة. على 1989 89 يعني ما كانش هنا في مصر كلام زي كده، يمكن دلوقتي فيه بس. فقلت له يعني ايجار؟ قال ايجار. طب ده الناس بيحطوا ايديهم في العطا أيوة. الطبق ياخده أيوة. مش يحطه لاجئين مفيش أيوة. السلامه. ف قلت له ازاي؟ قال لي $25 كل اسبوع تمام. كل يوم حد أيوة. قلت له طب انا معيش $25 وشعبي مش هيعرف يعمل كده، قول لي اعمل ايه وانا لسه بادئ اعمل ايه؟ قال لي تنظف الكنيسه والحمامات. امام الله. قلت له حاضر هنظف الكنيسه والحمامات. وبدات انظف الكنيسه والحمامات، الشعب يمشي يروحوا بقى يتفسحوا يزوروا بعض وانا انظف اوضب واجهز المكان، انظف ولم واوضب، ويجي هو يتشك عليا يبص يقول لي اوكي امشي. طب انا كده نزل مستوايا؟ لا، انا بشوفه علي ما اشوفوش نزل، بشوف ان انا قادر اخدم الشعب اللي جاي يسمع كلمه ربنا. ان انا ابقى يعني ايه المشكله ان انا اعمل كده؟ ده مش عيب، انا ما اشوفوش عيب، انا اشوف ان انا فعلا واخد سكه ان انا بقى بخدم. صحيح. بخدم مش باخدم. يعني الرب في اكمل تاني كلام يا ابونا، انا سايبك تاخد راحتك يا ابونا ممكن اكمل عشان نستفيد، خد وقتك. يعني مثلا يعني لما بدانا في الخدمه وبعدين طلعت التجوال، عارف يعني ايه تجوال حضرتك؟ طبعا. انت ما طلعتوش ولا مريت بيه؟ لا، اللي هو بالايمان. بالايمان على الرب، انا على الرب. لا هيئات ولا حد ولا حاجه، صفر اكيد. اخي باسم مجرب بالايمان طبعا. تقول في مصر ده، اقول لك على العين والراس، تقول في كندا لا، مفيش الكلام ده، مفيش كلام زي كده. كندا وامريكا ما عندهمش الكلام ده، لكن انا بتكلم على انا كنت ساعتها في مصر وعايش بالايمان. تخيلت يا ابونا، انا بقول لك كلام بقى حقيقي، اتمنى كل بيشوفني يعني يسمعني كويس. تخيلت ان طالما انا بوعظ وربنا مديني المسحه انا هعيش كويس خلاص. وبعدين انت رجل الله وانا رجل الله، بقول لك الخدمه ليها كرامتها، وانت لازم الرب يكرمك وخادم الكلمه الانجيل عارف يدوك بعد الوعظه ظرف تمام. وساعتها كنا عارفين الظرف يبقى فيه ايه، وعظت وعظه يبقى فيه كذا، كانت اسبوع يبقى فيه كذا، كنا حافظينه يعني. أيوه. مع التكرار كتير. أيوه يعني. أيوه أيوه. كنت اخد الظرف من الاخ المسؤول احطه في الكتاب المقدس، انا حاسس ان انا استاهل ده لان انا تعبت في ده تمام. فرح الرب قال لي قال لي انت فاهم كده؟ قلت انا فاهم كده. فاهم. قال طب خلاص احوش الظرف. الظروف يا رب مع صعب. امام الله يا عزيز، امام الله يا عزيز. امجد ايه اللي يحصل بقى؟ ايوه. في شهر من الشهور انا مدعو لاربع كنايس. ايوه. منهم جمعيه. ايوه. في الصعيد، انا مش عايز اقول الاسماء يعني. فالنهضه تطلع من، انت عارف زمان احنا شنطتنا كانت تتفضى وتتملي ونمشي. أيوة. تتفضى وتتملي ونمشي. بالزبط. كنا 3-4 بس في مصر كلها خدام متجولين يعني. فالمهم اني 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 انا عند 4 رايح هنا، هختم هنا يوم الجمعه، هستريح يوم السبت، ابدا هنا يوم الاحد بالليل، كنتش ابدا لحد الصبح يعني هنا كده يعني. واذ بي افاجئ، انا معايا اللي صرفته بس معيش باقي كتير خلاص، بقى الدنيا بقت ايه؟ بقت فاضيه شويه. ومستني اروح نهضة عشان ربنا يكرمني. أيوة. بايه؟ ايوه بالظرف. وفاجئ ان يتصل بيا المسؤول عن المكان ده. ايوه. يقول لي احنا اسفين يا اسيس، على الارضي ما كانش فيه. أيوة. أيوة. يتصل بيا على التليفون الارضي. أيوة. اسيس سمير احنا اسفين جدا، بنعتذر، ما اعتقدش هنقدر نعمل نهضة لان عندنا حاله وفاه جامده جدا في المكان. فالدنيا وقفت خلاص. فالدنيا وقفت. ادي اسبوع اهو. اسبوع اهو من غير ايه؟ قلت له هو في ايه؟ طب هنعمل ايه في الاسبوع ده؟ العيال عايزه لبن. العيال عايزين يروحوا المدرسه، عامل ايه انا في الاسبوع ده؟ بكلمك بجد يا ابونا صدق. بس طبعا انت بتبكي وتصلي وكده، والاقي في ظرف جاي تحت الباب. يقول لي ادفع الايجار وكل وانبسط انت وعيالك. هللويا. بس ما اعرفش مين لغايه دلوقتي. هللويا. ما اعرفش مين لغايه دلوقتي. خلصنا الاسبوع الايه؟
لا ولا فرحان بقى رايح الصعيد الاسبوع الثاني وانا المكان ده الجمعيه دي بموت فيها. رايح ملعبك بقى بلد ابويا امي بقى مكانك. واخد بالك يقول لك امشي بس في الشارع عايز تلت ساعه توصل للمنبر من الزحمه تمام. فانا رايح كده عارف لما تكون رايح نهضه فرحان قوي كده هتدي بقى معاك مرنم بقى كليه ساعتها يعني بالاكورديون وكنا ايه كده يعني يجي متصل بيا الاساس يقول رموا البواب من الدور الرابع باين ممكن تتذكر الاحداث دي حضرتك كانت 84 تقريبا في المهم راح قفل الاسبوع الثاني قلت له الاولاني وقبلنا طب والثاني قال لي انا هعلمك ان مش بوعظك انا برعاك وبهتم بيك ده انا انا برعاك لانك ابني هللويا هللويا مش مهم تكون بتوعظ ايوه المهم ان ايه ده ثاني اسبوع ولا الظرف ثاني يجي لكن ما تالت اسبوع كان في اسكندريه فقلت خلاص بقى بلدي بقى اسكندريه انا عايش هركب بس المواصلات واروح واجتماع بحبه يعني تمام اجتماع بحبه قوي يعني يجي متصلين بيا لاغين الاسبوع بسبب ظروف في الكنيسه حصلت انا ما اعرفش ايه هي قلت لا كده مش ما كده مش مظبطه كده مش مظبطه ولا الرب رح مديني تاني والرابع يعيد لك نفس الدرس تسمع بقى الاكتر من كده بقى انا خدت العيال ونزلت محطه الرمل عارف حضرتك الميدان بتاع محطه الرمل اللي فيه الايس كريم ده طيب. انا ما اعرفش دلوقتي موجود ولا لا لو محطه الرمل اللي في النص ده اللي في الترمايم عند الترام يعني خدت العيال انا شايل عيل وماسك عيل بايدي وماشيين مع بعضينا على الاربعه وكده يعني والواد يشوف ناس عاملين ياكلوا ايس كريم ايس كريم ايس كريم ما اعرفش جم في وشنا ليه فالواد اللي هو مارت ماسك بابا انا عايز ايس كريم فترح معيط عايز ايس كريم وما معيش اجيب انا عندي مواصلات اروح على قد بالظبط ما ينفعش اجيب ايس كريم يا ابونا مش هينفع شوف معناه وانت خادم مدعو وانت شغال عند ربنا وانت متاكد من الدعوه وانت بتخدم بكل دموعك وانت بيحصل معاك كده وفجاه يجي واحد حاضني من ورا مش عارف دايما الواحد يحضن من قدام واحد راح واخدني من ورا هيوقعني انا شايل واحد فلانه كان طويل شويه يا عم بتحضني كده قال لي مش ممكن الجسيس سمير هنا وصعيده قلت له هنا يا عم ازاي كنت قلت يعني انا مش قادر اكل ايس كريم لعيال اكل الراجل ده يا عم عايز ايه بس اللي جابك دلوقتي اللي جابك دلوقتي كانت محنه انت كخادم اكيد مريت بوجع جواك اكيد مريت مره واحتياج في داخلك وانت حاسس ان في احتياج ومش قادر تسده ايه المشكله ان انا كخادم امر بكده يعني مش عيب يعني ابدا فالمهم يعني دموع في عينيا فراح بص لي كده قال لي بقول لك ايه هناكلوا ايس كريم كلنا على حسابي وراح حاطط ايده في جيبه وراح جري على بتاع ولقينا نفسنا احنا الخمسه ماسكين الايس كريم وبناكل كلنا وراح الرب قال لي اعرف اعولك ولا ما اعرفش افهم الدرس عشان تتفتح لك الابواب مش هتفهم الدرس مش هفتحه لك قلت يا رب لا ارفع ايدي وانا فهمت الدرس اني ما اني مش وعظي ولا مذاكرتي ولا اسمي ولا اسمي يا ابونا لكن بيرعاني يهتم بيا لاني انا ابن ليه وانا بخدم لان هو ابويا انا ما بخدمش عشان ظرف ولا بخدم عشان ابقى حاجه كبيره لا 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 انا بخدم انا مستعد ان انا اعيش جو الجوع وجو الفقر وجو عاوز جو الاحتياج اعيشه مع بيتي ومع اعيشه في ظروفي بس انا متاكد تماما ان في الاخر جهدت الجهاد الحسن اكملت يعني عارف انا دايما بحط في ذهني انا بخدمه لانه ابويا صحيح زي ما علمني حاجه ثانيه معلش لا اتفضل علمني كنت زمان اوعظ بصوت عالي انا عادي يعني وكان دايما يقولوا لو في منبر منبر خشب يقولوا لي خلي بالك بعد اذنك عشان لاني لما كان منبر خشب اخبط خبطه كده انا كارز يعني احب اعظ عنه يعني اقدم رسائل خلاصيه فاخبط على يقولوا لي خلي بالك المنبر بالراحه بالراحه يعني فالرب قال لي انت عارف ان انا بديك مسحه عشان صوتك عالي يعني لما تعلي صوتك بتاخد مسحه لما بتزعق بتاخد مسحه فقلت له لا تفهم غلط قال لي لا انت فاهم غلط انت ممكن تكون هادي جدا وتبقى ممسوحه جدا وتجيب نفوس وراح الرب دخلني في درس تاني انت عارف لما تتنطط على المنبر ده بيجيب المسحه مين قال لك
ده ممكن تبقى واقف مكانك ما تتحركش وتبقى فيه. وبدأ الرب انت كخادم تخلص من درس تخش في درس، تخلص من واحد تخش في الثاني، تفضل تقعد هنا 45 سنه ولسه يعلم الله امبارح بيعلمني. اشكرك اشكرك يا رب اشكرك، مش عيب، وافضل اتعلم ونتعلم يا ابونا دايما اتعلم. امين. عايزك يا ابونا اقول تعليق بس للمشاهد، واستاذنك بعد التعليق ده تبص للكاميرا بتاعتك وتصلي مع خدام بيسمعونا دلوقتي، يمكن بسبب الظروف والكورونا والوقت اللي فات يمكن مضغوطين ماديا، او حد لسه مدعو للخدمه فريش من اسبوع او من شهر او من سنه والدنيا وقعت مع لك انا حظي فقري، ادعيت للخدمه وجت كورونا والكنيسه قفلت. انا واثق انه في خدام بيسمعونا دلوقتي يمكن ظروفهم صعبه. عندي تعليق بس على كلام جنابك اقوله للمشاهد، وبعد كده حضرتك تصلي مع نوعيه من الخدام بتسمعنا يكون اخونا باسم جهز لنا كلمات بالروح القدس. عزيزي المشاهد، عايز بس اقول لك فكره بسيطه من الكلام اللي بيقوله جناب القسيس. الخدمه عشان نكون امنا، وجناب القسيس يمكن يصادق على الكلام ده، ممكن تكون نزلتنا في احسن فنادق في العالم، ركبتنا طيارات، الخدمه خلتنا احسن ناس في حاجات كتير، بس عايز اقول ده الوجه اللي انت شايفه من الخدمه. الخدمة انت ممكن تشوف صورها على الفيسبوك ان احنا ستارز وناس واصلة وحلوة، الله يسهل لها مين قدهم عايز يبقى خدام، بس عايز اقول لك ان الخدمة نفسها جت ايام زي ما قال جناب القسيس ممكن تنيمنا بالجوع. في الخدمة ممكن ننام في قرى على حصيرة، ترفع الحصيرة تلاقي برص، تلاقي صراصير، تلاقي في عقارب وتعابين حواليك، في خدمات، في نجوع وفي قرى ايام صعبة. اوعى تفتكر ان الخدمه بس الصور الجميله والطيارات والفنادق والكنائس الكبيره والكاميرات، الخدمه ليها وجه اخر. وعلى فكره ما فيش حد بيبدا من فوق، كله بيبدا بالظبط بيبدا من تحت بالظبط، واللي ما يعرفش ياخدها من تحت عمره ما يعرف يوصل فوق. الخدمه فيها واحد قاعد في البريه بياكل شويه عسل وبيلبس وبر ابل بيشوك جسمه، ولكن في يوم من الايام يروح يوعظ في قصر هيرودس، ده زي مين ده؟ يوحنا المعمدان. بس ابونا قال لنا فكره المظروف اللي بيستناه وما بيجيش، علمنا درس علمه لإيليا. إيليا كان دايما مرتبط بالغراب اللي بيجي كل يوم وشويه الميه اللي قدامه. اعتقد إيليا عمره ما خاف للميه تخلص، لكن دايما كان قلقان من ناحيه الغراب، يجي ولا ما يجيش، يجي ولا ما يجيش، لكن عمره ما خاف على الميه يا حضره السيس. لكن في يوم من الايام بيقول لك الكتاب وكان بعد مده من الزمان ان النهر يبس. يعني النهر اللي كان واثق فيه ايليا هو اللي نشف، والغراب كان دايما بيجي. اي نهر بتعتمد عليه مرات ربنا يسمح انه ينشف، عشان اقول لك ما تخليش عينك على النهر، عينك مش على الظرف، عينك مش على الكنيسة الكبيرة، عينك مش على الميديا الضخمة، عينك عليا أنا، أنا اللي دعيتك مش الميديا، أنا اللي دعيتك مش إخوة الكنيسة، أنا اللي دعيتك مش المظاليف اللي تاخدها، أنا اللي دعيتك مش الناس اللي حواليك. أبونا هيصلي دلوقتي مع خدام قد يكونوا مضغوطين، ناس قد يكون عندهم مشاكل مادية وعمال إبليس يقول لهم فين ربنا اللي بتخدموه؟ ما أنت كنت بتشتغل، ما أنت كنت ناجح بره. طالما خدت دعوة من الرب اوعى عدو الخير يكسر مجاديفك. صلي معايا الكلمات دي وانت مغمض عينيك مع جناب القسيس قبل ما نسمع ترنيمة تانية مع اخونا بس. اتفضل جناب القسيس. ابونا ممكن تسمح لي اقرا حتة بس من الكتاب قبل ما اصلي؟ اتفضل. لان دي مرينا بيها يعني. اتفضل. في كورنثوس الثانية اصح 4. اتفضل. عدد 7 يعني كم عدد كده يعني؟ اتفضل. وحضرتك عايز تقراها حضرتك اقراها. لا لا اتفضل احنا اسمعه حضرتك. بيقول كده ولكن لنا هذا الكنز في اواني خزفيه، اللي هو احنا تمام، احنا اواني خزفيه مظبوط. احنا يعني لكن غير قابلين للكسر. هللويا. انا في اواني خزفيه هللويا. بس مش هتكسر. مجد الله. مش هتكسر دايما بقول كده ليكون فضل القوه لله لا منا لا منا. نعم. يعني اقول لحضرتك حاجه، انا بذاكر الوعظه قبل ما اطلع. ايوه. يعني حضرتك لو طلبت مني اخدم عندك في الكنيسه بقعد اذاكر قبلها بيوم باتنين واصلي واكتبها اكتبها في ورقه زي كده، اقعد اكتب في ورقه زي كده نقط وبتاع وكده. بس لما بقف على المنبر مش بعتمد على مذاكرتي الروح القدس، بعتمد على الروح القدس. صحيح. بس في مذاكره. صحيح. في مذاكره مش مفيش. صحيح. ما طلعش كده ارتجالي وخلاص يعني. صحيح. فالمهم يعني فالحته ليكون فضل القوه لله لا منا، انا بشوف فضل كل مره بوعظ يا حضره قسيس برضه نفسي الخدام يسمعوا الكلام ده. عارف شعور الست قبل ما تولد؟ عارف اللي بيسموه الطلق ده؟ ايوه. انا مفيش مره بطلع المنبر الا وعندي هذا الشعور. ببقى خايف موت وركبي تترعش وكاني لاول مره اوعظ في حياتي. امام الله
امام الله. لا لا مذاكره ولا اي بحس اقول له ما تشيلنا انا. طب ما تخلي القسيس يقول لي انزل وهو يوعظ. طب انا ممكن اعتذر، انا حاسس ان بطني وجعاني وعارف بقى واروح الحمام كذا مره انا بطني وجعاني. لا انا اقول لك على حاجه، انا بلاش منها الحكايه دي. انك داخل على امتحان صح؟ وكاني داخل على امتحان عشان وبعد ما بخلص ليكون فضل القوه لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. مش ده بيحصل؟ صحيح. ما اكتئبتش حضرتك؟ كتير. ما اكتئبنا ولا خباسم اكيد يعني. متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين. نعم. هللويا 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 هللويا. غير مطروحين مطروحين لكن غير هالكين. نعم. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. نعم. وده بيحصل فعلا. إماتة الرب، الخدمة جهاد وظرف دموع. نعم. والخادم هو شهادة مصدرها الرب يسوع. هللويا. أنا تعلمت جهاد وظرف دموع. مرات جت علينا عربية الطوب واقفة، حد جسيس عايزين ننزلها، عايزة 3-4 جنيه. ما معناش 3-4 جنيه يا رجالة، نعمل إيه يا إخوة؟ يلا ونشيل الطوب وننزله. ننزل إحنا. إيه المشكلة؟ صحيح. أنا سمعت بسأل واحد بقول له هو الخادم ده ليه مش متفرغ معاكم من كام اسبوع كده؟ أيوة. فقال لي اصل ما مش حابب يروح القرى. مالوش في القرى. هو حابب البلاد الكبيره. الله، انت لسه قايل حضرتك يعني. أيوة. الله، احنا بدانا بعد ما تخلص الاجتماع هننام فين ان شاء الله؟ الاستراحه. أيوة. فين؟ أيوة. الزريبه بتاعت البهايم هنا. أيوة. الاوضه اللي جنبها. أيوة. ده صحيح. مش ده كان مش ده اللي وبدانا نقبل ونروح ويقول له. ومره قالوا لي انت لازم تاكل ملوحه. انا طبعا دلوقتي عندي ضغط وقتها. أيوة. فقلت له الخادم المرنم اللي معايا. أيوة. ويمكن يسمعني. أوه. المرنم اللي معايا قال لي مرنم معروف جدا يعني. أيوة. قال لي انا اكل ملوحه. قلت له يا ابني ما فيش داعي. وكنا في بلد في الصعيد ريف يعني. أيوة. فانا طلبت بيض. قلت له تقلي لي 3-4 بيضات وتجيب لي حته جبنه. أوه. عارف الجبنه الملواني. أيوة. أيوة. فالمهم جاب الجبنه وجاب البيض وجاب الملوحه. وسابونا في الاوضه ناكل. اوضه يعني غلبانه. أيوة. خالص يعني. أيوة. هو بدا بتاع الملوحه بعد ما هو اللي صلى. وفتح الملوحه. وكلها دود. يا ساتر يا ساتر، كلها دود. فبعدين بص لي كده وضحك، قال لي يا ريتني كنت قلت له يعمل لي بيض. قلت له مالك انت، مال الملوحه انت؟ انظم المعيشه اللي فيك هو اللي جاب لك الدنيا. بالظبط. المهم بصينا لقينا نركن ده ناكل بيض، ايه المشكله؟ ناكل جبنه، ايه المشكله؟ ما ناكلش ونطلع على المنبر، ايه المشكله؟ صحيح. صحيح. الخدمه جميله جدا، جميله انك تتحمل. صحيح. تتحمل الوجع، تتحمل التعب. صحيح. تتحمل تنام وانت باكي. صحيح. بدموع. تتحمل غدر من اعز ما ليك. صحيح. تتحمل ظروف انت ما كنتش تتخيلها. صحيح. اوضاع ولا كنت تتخيل. والرب يسندك. هللويا. ويثبتك ويكمل. هللويا. بيك. هللويا هللويا هللويا. صلينا حضرة سيس مع الكاميرا بتاعتك. بص على خادم او اسره خادم. أمين. يمكن بتعاني، محتاجين سنده بصلواتك. امين. انا مش افضل منك، يعلم الله انا ما افضل منك. صدقني زي ما انت بتعاني احنا بنعاني. وهنكمل للاخر. هنفنش ويل في اسم يسوع. هنخلص صح. امين. ربنا يباركك ويبارك حضرتك. امين. مدام القسيس واخواته، ربنا يباركهم واولاده. ممكن تغمض عينك تصلي معايا؟ ناخد اول ربنا. انا مش هصلي كتير، مش هاخد وقت طويل، بس صلي حضرتك. غمض عينك. يا رب بشكرك من كل القلب. يا رب بباركك. يا رب بحبك. يا رب بحبك. أحبك وأدي لك عمري كله. يا رب يا رب. لو في خادم بيشوفنا دلوقتي وبيعاني من ظروف صعبة، يا رب زي ما قال جناب القسيس أمجد، يا رب ظروف مالية بسبب كورونا، إن الكنائس اتقفلت كانت ومش قادرين نخرج، وكنائس بطلت تدي الدعم اللي كانت بتديه، وهيئات وقفت عن إنها تدعم، حاجات كتيرة قوي حصلت يا رب السنة اللي فاتت دي. حصلت حاجات كتيرة قوي دخلتنا كده في بوتقة الألم، وشعرنا وكأنني وحيد. نعم. بلا سنين. نعم. وبلا راعي. يا رب. وشفنا حاجات يا رب ما كناش نتخيل ان احنا هنشوفها، لكن شفناها. امين.
بس الحلو فيك انك كملت معانا، الحلو فيك انك سندنا، الحلو فيك انك علقتني بكلام يا رب بحبه قوي، امسكت بيد اليمنى وبرايك تهديني وبعد الى مجد تاخذني. في المرار هنخدمك، في الحلو هنخدمك، في القرى هنخدمك، في البلاد الكبيره هنخدمك، في الطياره هنخدمك، اينما وجدنا في اي مكان هنخدمك، هنخدمك لاننا بنحبك يا رب. يا رب يا رب يا رب سند منك يا رب لينا كلنا كخدام يا رب، سند لاخويا امجد يا رب في كنيسته في مع شعبه مع خدمته، سند لاخويا باسم يا رب اللي بيخدم بالتسبيح، سند للعازفين، سند اللي ورا الكاميرا كلهم اللي بيخدموا يا رب، سند لينا كلنا لان من غير سند مش هنكمل ابدا يا رب ابدا يا رب. انا بكمل، انا بكلمك يا رب بصراحه، وسادة المشاهدين سامعيني دلوقتي يا رب، من غير سند مش هنكمل، مش هنعرف نكمل يا رب يا رب يا رب. هللويا هللويا هللويا. رسالة أعطيتني يا سيدي كي أخبر الملأ عن الحب العجيب، وقلت لي أن الطريق شائك، وقلت لي أني سأحمل الصليب، لكنك وعدت أن تمنحني من روحك القدوس عونا لا يخيب، مكرسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك أسير خلفك، روحي وجسمي سيدي أمانة، أوكلتني بأن أصونها لك، أردتني بأن أكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخصك، نداء العالم قوي قوني كي أنكر النفس وأحيا ملكك، مقدسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك أسير خلفك، فاطرت يوما لك محبتي، أو إن أنا أردك التفت إلي، دعيني ألا تبتغي دنيا الغنى، بل باكيا أجدد العهد الوفي، وإن ظننت أن حبي كامل زده ليسمو مثل حبك الغني، كرسان نفسي لك، مضاعفان حبي لك، ممتلئا بروحك أسير خلفك. باقي حوالي 5 دقايق الحلقة مرت بسرعة، ودي فعلا عايزة حلقة أو حلقات. خليني أخد فكرة تانية بسرعة، الخادم والمخدع. هنتكلم عن الخادم ودعوته، تكلمنا عن الخادم والمشاكل اللي بيقابلها، تكلمنا عن الخادم والظروف الصعبة، تكلمنا عن حاجات كتير وفي حاجات أكتر، بس مهم جدا آخر فكرة نسيبها لكل خادم، علاقتك بالمخدع وما تأثير المخدع على خارج المخدع. هل المسحة، هل الحضور، هل البركة اللي بتكون باينة قدام الناس، هل لها علاقة بالمخدع؟ بص يا ابونا، عشان برضو 5 دقايق فمش هقدر اتكلم كتير، لكن من الضروري جدا، مش ضروري بس، ضروري جدا جدا يكون لي وقت في اليوم، وقت في اليوم 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة. انا يعني يعني قال لهم كده، يا ريت صرتوا معي ساعة واحدة بس. احنا مش هنقول ساعة، وقت كده يختاره الخادم ولوحده،
لوحده يقعد مع الكتاب يقرا الكتاب صحيح. ببساطه بلاش تعقيد يعني ياخد منه حاجه مفيده ليه ويصلي وياخد وقت ويكلمه. لكن انا اقول لك على حاجه اتفضل. اقول لك على حاجه انا من الشخصيات يمكن يمكن مش احسن حاجه تلاقيني دايما اكلم ربنا يعني وانا في العربيه سايق وانا جاي النهارده طول الوقت وانا بكلم ربنا كلمه ربنا صليت لك صليت لباسم صليت الاخوه صليت اللي ورا الكاميرا وصلت لنفسي وصلت للي معايا كله كله حتى صل حتى صل حتى الاكل اللي هناكله دلوقتي احنا في الحلقه صليت خدت وقت وبعد شويه هتلاقيني بصلي تاني أمين. وانت قاعد أمين. انت عندك حلقه هتسجلها حضرتك فانا هقعد اصلي عشانك أمين. انت فاهم قصدي ازاي يعني اما انا فصلاه هللويا لكن ده ما يسمحش يعني ما يمنعش ان انا اخد وقت لوحدي صحيح الخفه مهمه او الصلاه التواصل مع ربنا بلاش تطلع المنبر من غير ما تصلي بلاش صحيح. انا مش اسف مش يعني بلاش نطلع على المنبر واحنا ما بنصليش يعني اصلي اجي الناس هكلمهم اشوف ربنا عايز اقول لهم ايه بدل ما اتخبى يا ما اتغيرت الوعظه صحيح وانا على المنبر روح اكيد الله حصل معك روح الله خدك في اتجاه اقول له انا محضر ديه صحيح. يقول لي مش عايزها ممكن ترنيمه من خلال اخ باسم يحول لك مجرى الاجتماع والخدمه مجرى كله تروح على خدمه ثانيه انت ما كنتش بس مذاكرها برضه صحيح. لكن يقول لك انا عايز دي صحيح صحيح فتلاقي نفسك راح في سكه ثانيه وعارف بقى الاجتماعي الاخوه وهم بيسلموا عليا يقول لك ايه؟ لك ده انت اصبت الهدف وانا بقول لهم على فكره انا الرب غير الخدمه يقول لي ده كده صح الرب اللي غير ده ولا صح؟ مش صحيح. انت اللي كنت هتقول ده صحيح. فيعني لازم نسلم نفسنا كخدام للروح القدس يشتغل فينا يعني جاب الاسيس اشكرك انا شخصيا استفدت صدقني مش مجامله استفدت حبيبي. واستمتعت بيقول لك دايما ما اصعب ان تحاور محاور ربنا يباركك يعني انت استاذنا في الحوار واستاذنا في الاعلام لكن باركت بيك وتعلمت منك جدا جدا حي بشكرك من كل قلبي باسم كل المشاهدين انا واثق الرب كمل كلمه ما تحرمش منك انا دايما بقول نفسي دايما الاسيس امجد خليل اقول لهم ده ابن وحبيبي واخويا انا بقول يعني ثلاثة في واحد اشكرك اشكرك من كل قلبي ربنا يباركك ويشددك ويشجعك يا ابونا شكرا لك شكرا من كل قلبي باسم اشكرك وباركنا بيك وتشجعنا جدا جدا كرولوس وشادي اشكركم ربنا يبارككم جدا جدا عزيزي المشاهد الرب كلمنا النهارده بكلام للخادم وللمخدوم بيقول للخادم طالما في دعوة احتمل لن يتركك هبات الله ودعواته بلا ندامة اللي دعاك هيكمل معاك الطريق وبقول للمخدوم اعتقد فهمت النهارده انه الخادم ده انسان الخادم ده بشر الخادم ده مش ستار فضائيات الخادم ياما بيشوف حاجات كتير يمكن الخادم قدامك ستار بس في الواقع الرب ستار ربنا شايل حاجات كتير وربنا سنده في ضعف كتير واحتياجات كتير انت ملزم انك تصلي لاجل الخادم الخادم اللي في كنيستك راعي كنيستك ابونا الكاهن الشماس الأرشدياكون صلوا لأجل القيادات الكنسية لأن دول في الصفوف الأمامية محتاجين نعمة من الرب ومعونة من الرب بصلي من كل قلبي يكون الرب كلمنا النهاردة ويكون الرب شجعنا وننتظركم في حلقة جديدة من جه وقتك والرب معكم.